أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم رائد الأعمال الشاب الأستاذ أحمد الطاهري من أحمد الطاهري أوبتيكال. أهلا أستاذ أحمد. أهلين. بداية مرحب فيك من ABC من برنامج رواد الأعمال. نتمنى منك بداية تعرفنا وتعرف المشاهدين كيف كانت بداياتك في مجال البزنس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. أنا بديت من السنة اللي طافت، يعني بديت هالشركة سويتها، درست الفكرة قبل لا أني أسويه، وكنت أدور لوكيشن، يعني اللهم لك الحمد، يعني حصلنا اللوكيشن زينة. فأي شيء ياسا حاول، يعني كنت أدور لوكيشن زين، منطقة معينة زينة أوكي أني أفتح أبتكل حق يعني هاي كواليتي وفيها يعني حق الناس، يعني حق الناس على متوسطة الدخل وهم good quality. أستاذ أحمد، ممكن تخبرنا على البراندات والديزاينات اللي تميز فيها مكانكم؟ نحن عندنا النظارات الشمسية، وعندنا النظارات الطبية، وعندنا للأطفال، وعندنا للنساء، وعندنا للبنات، وعندنا فحوصات النظر، نسوي لهم فحص نظر، وعندنا عدسات لاصقة، وعندنا عدسات هاي كواليتي من أنواع الشركات واللي يبونها الزبون، يعني أي شيء يبون نحن نسوي لهم إياها إن شاء الله. أستاذ أحمد، بعد النجاح الرائع اللي حققته، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية؟ والله مستقبلية نتمنى أن نفتح بعد إن شاء الله فروع ثانية في إمارات الثانية إن شاء الله بإذن الله، فإذا الله كتب لنا إن شاء الله نشوف روحكم في كامل إمارات الدولة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ أحمد، بالنهاية ما هي النصيحة اللي بتوجهها للجيل الجديد وللناس الجديدة اللي حابة تبدأ عملها الخاص في الإمارات؟ والله أتمنى للجيل الجديد أنهم يبدون بمشاريع، لأن أغلب المشاريع أنا أشوفها هني كل جيراني تقريبا أجانب، يعني أقول وين عيال بلادنا؟ يعني حالات الواحد يكون ولد بلاده جاره هم يسترزق ان شاء الله الحمد لله. والشيوخ ما قصروا، يعني والشيخ محمد بعد فتح دعم الشباب للمشاريع، يعني الله يحفظ شيوخنا. بالنهايه ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بيتابعوك كيف نقدر نوصل نتواصل مع احمد الطاهري اوبتيكال؟ تتواصلون معي عندنا في الجوجل ماب احمد الطاهري اوبتيكال، وبتحصلون في الانستغرام احمد الطاهري اوبتيكال، في التيك توك، في السوشيال ميديا تحصلون ان شاء الله. واللوكيشن نحن حاليا في ورسان 1 انترناشونال، الحي الروسي، البيلدينج نمبر W03. شكرا جزيلا استاذ احمد، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي امان الله.